يلا يلا العشاء جاهز يا عيالي يلا. لا يمه فيني ما ودي أكل. أنا ما علي نفس. لا يا أبوي. لا يا ماجد. لا ليه الحزن هذا كله؟ هذه إرادة ربنا يا ولادي. ونعم بالله يمه. أنا ماني بحزين على موت عبد الجليل كثر ماني زعلان على اللي صار اليوم في العزاء. عبد الجليل في تعب في حياته وبنى هالشركة وآخر شيء إيش؟ تركها اللي ما يستاهلها. من تقصد؟ ولده. تخيلي يمه يجيني اليوم في العزاء يقول لي إنه يبي يبيع الشركة هذه بكل سهولة. الولد ما استحالنا. حنا في عزا ما انتظر حتى انه ينشف تراب قبر ابوه. الله يغفر له ويرحمه، بس يعني احنا نشوف الموضوع عادي. يعني لو صبر شهر ولا شهرين ما عنده مشكله يبيع، اما اذا باع الحين يعني غريبه. اذا كنت قاعد عم تسمع كلام وتقارن حالك بابنه لعبد الجليل، فبحب اقول لك انه عبد الجليل مات، اما ابوك لساته عايش، والله يطول بعمره ويخليه فوق راسك وراسنا. وأنا واثقة إنك لو كنت مكان ابنه لعبد الجليل كنت سويت فينا أكثر من هيك. لو لا سمح الله أبوك صار له شيء. وأنت على كيفك تفسرين كلامي؟ ولا قاعدة تتصيدين لي على كل كلمة؟ خلاص عاد. ما بيسمع كلمة زيادة. استغفر الله العظيم. أي شو ناوي تعمل هلا؟ إذا ابنه لعبد الجليل ضل مقرر يبيع شركة أبوه؟ لا خلاص الولد قرر وانتهى، وبلغني اروح الشركه علشان اشيل اغراضي. لعم شو هالولد هاد؟ معقول رفيقك عبد الجليل لهالقد ما عرف يربي ابنه؟ والله ظهر ريم كلنا ما عرفنا نربي صح. طيب شو رايك انت تشتري الشركه؟ ياكلك انت الحين قبل تسالين سؤال ما تفكرين؟ انت عارفه بير غطا، منو اللي يجيب فلوس يعني؟ بلا صراحه انا فكرت منيح والحل موجود. اللي هو؟ بيع الفيلا. يا هذه الفيلا اللي كل شوي تقولي لي فيلا، الظاهر من كثر ما تطولون هالفيلا هذه انا بلحق عبد الجليل. وارتاحي. الفيلا هذه اللي تتكلمين عنها قيمتها كلها ما تجيب قيمة الباركينج حق الشركة. ايوه. طيب وانت يعني شو ناوي تعمل هلا؟ ناوي مثلا ترجع للمشغل؟ والله اني عارف نهاية كلامك. وعارف لوين بتوصلينا. لا ماني براجع المشغل، ارتحتي الحين؟